أجمل أموى بحال هذا ما سيتو بدال ربي يا داخي حيو نعاود ديخ نعاودوها نستغل ديشان عضو المكتب السياسي ممكن لتتبع جهة سوس مسا على مستوى الحزب التقدم الاشتراكية اللقاء ديال اليوم هو استمرار مجموعة من اللقاءات والدينامية اللي عرفها الحزب التقدم الاشتراكي على الصعيد الوطني في إطار الاستعدادات الجالية لخوض غمار الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والإقليمية المقبلة. اليوم كنتواجدوا في مدينة مناضلة، مدينة كما كيعرفوها الجميع فيها بزاف بزاف المؤهلات ولكن عندها بزاف ديال المشاكل. الساكنة طلبوا انهم يلتحقوا بحزب التقدم الاشتراكي وحنا جينا باش نباركوا هذا العرس النضالي في اطار المقاربه التشاركيه اللي كينهجها حزب التقدم الاشتراكي على الصعيد الوطني مع عدد من الدوائر الانتخابيه المحليه واقليميه وجهويه وافتتاح التحضير كذلك للانتخابات التشريعيه الوطنيه المقبله ان شاء الله. كتجمع الاحزاب الوطنيه في الحركيه كتشوفوا الاحزاب الوطنيه تقريبا كلهم في الحركيه الحزب ديالكم كتبعوا صراعات كاين واحد الصراعات محليه ولكن ما خرجش للعالم شنو هو السبب تقريبا شنو هي الوصفه ديالكم؟ احنا كنعتبروا المشاكل اللي كتوقع في بعض الاحزاب حاليا هي مختلفه بالنسبه لنا في حزب التقدم الاشتراكي كنعتبروها ديناميه هذه مشاكل ناجعه ديناميه على رغبه جماعيه ان عدد من المنتسبات والمنتسبين لحزب التقدم الاشتراكي كيبغيو انهم يتحملوا مسؤوليتهم في ترشيح للانتخابات وبالتالي كيوقع واحد سوء تفاهم وذاك سوء تفاهم كي يكون عنده واحد القلق داخلي كنتغلبوا عليه بالنظام الداخلي ديالنا والقانون الاساسي ديالنا اللي كيضمن الديمقراطيه الداخليه هي اللي كتحسم هذه الامور هذا وبالتالي ما كيكونش شي صراعات ذات بعد سياسي او لا في المنهجيه بصفه عامه او لا في الايديولوجيا ديال حزب التقدم الاشتراكي كتكون خلافات وصراعات على مستوى تدبير مرحله من المراحل ديال الحياه ديال الحزب وكيكون هذاك التدبير كيتحسم بالعوده الى القانون الاساسي والى النظام الداخلي ديال الحزب اللي كيضمن الحق ديال الجميع في التعبير والحق ديال الجميع انهم يعبروا على الاراء ديالهم ويختلفوا ومن بعد كيرجعوا للصيغه الديمقراطيه اللي هي الديمقراطيه الداخليه وكتحسم الامور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.